هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. اليوم هو عرس كرمي بامتياز، نكرم فيه 5 من حفظة كتاب الله عز وجل، اجتازوا الامتحان الوزاري يوم الخميس الماضي وحصلوا على شهادة وزارية بحفظ كتاب الله عز وجل. واليوم محافظة طول كرم وكل طول كرم تحتفي بهؤلاء الحفظة، حيث سيقدم لهم الجوائز المالية، عمرات لهم ولذويهم ولمعلماتهم، ولأول مرة تحصل أن ستكون هناك جائزة عمرة لكل حافظة، زائد جائزة عمرة لمحرمها وجائزة عمرة لمعلمتها أيضا. كذلك سيتم تقديم هدايا أو خواتم ذهبية مقدمة من أهل الخير في المحافظة، كذلك مبالغ مالية وساعات وكل شيء إن شاء الله رب العالمين. سيتم تكريم حفظة كتاب الله عز وجل في هذا اليوم. الحمد لله أتممت حفظ القرآن الكريم تقريبا 3.5 سنين، شاركت بمسابقة وحصلت على 4.5 سنين بفضل الله ربنا سبحانه وتعالى. القرآن الحمد لله مش صعب، بس بده تعب وتكرار، يعني قد ما بتتعب وبتتعب على حالك وبتجتهد قد ما أنت بتنال يعني تعبك وثواب تعبك. فالحمد لله رب العالمين، تعبنا وسهرنا وكررنا، وفضل بعد ربنا لمدرسته ولأهله وأقاربه. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، حفظنا كتاب الله الحمد لله من زمن طويل، لكن قدمت في امتحان في هاي الفترة، قدمت في امتحان إجازي كامل يعني، وكان طبعا شعور رائع جدا أن واحد يكون معاه شهادة حفظ أو شهادة إجازي، هو شعور غير يعني غير ما شاء الله. فأنا بصراحة صدقا بتشكر جميع العاملين في اللجنة دعم القرآن وفي الأوقاف أيضا، وجميع المشاركين المتسابقين أو سواء المسمعين المشايخ ومسمعات، وبارك الله فيهم جميعا. وأنا بنصح جميع الأخوة والأخوات أو الشبان والشابات في العمل لكتاب الله، لأنه التجارة مع كتاب الله تجارة رابحة دائما، ومن غير ممكن أن تكون خاسرة بإذن الله.